شباب. أهلا أستاذ سعيد. يلا أستاذ عاصم مد إيدك على عباك، خلي الله يحبك. يلا شو عم تعمل لمة؟ شو لمة؟ ما بتعرف إنه افتكار وسهيل تجوزوا؟ واجبنا كزملاء لهم إنه ناخذ لهم هدية. انفضني على التوتر العالي، ما بيهر مني ولا فرنك. أصلا راتبي مو إلي أنا، بستلمه منه بوزعه منه. على التوتر العالي كهربت هلا. بس يلا أنت معك حق، معيل وزوجتك مو موظفة. وأنت يا أستاذ تيسير مد إيدك. أخي أنا لما بدي ينضرب على قلبي تجوز لحتى أجيب لي هدية، لأنه إذا جوزتين ثلاثة بالشهر على الحالة بيخرب بيتنا. ها هيك لكان، بس لما انفلتت بالعرس على الأكل مثل الحوت ما سألت عن خراب البيوت. استحي على دمك تيسير، على القليل ادفع حق الأكل اللي دولقته. أنا العزائم الإنجليزية ما بحبها لأنه فيها دفع، أما العرس بروح لأنه ببلاش، بعدين دخيلك، ما حدا ضربنا على إيدهم قال لهم اعزموني. معناتها ما بي غيرك أخي عصام، أنت مزوي وبتفهم بالبروتوكول. يلا إيدك على 200 ليرة. أخي سعيد بجوز أنت ما شفتني، بس أنا هداك النهار كنت مع جواد. أنو نهار؟ بالليل لما أجيت مدري على شو عم بتدور بسوق الهاب، قطوع لك جواد حامل الصندوق. مو أنا يا أخي، مو أنا. لا جواد حكى، بعدين أنا ما عم قلك إنه عيب. هلا مشان 200 ليرة بدك تخترع قصاص وتكسر إيدك تشهد عليها؟ بلاها أخي، الله بيغنينا عنا. وين شافوا جواد؟ خلاص ما في شيء، هيك شغلة. لك ليش تكهرب؟ شو هالشغلة هاي؟ ما في شيء، أنا وجواد مشتركين على شغل إضافي بالليل. مالنا خبر؟ شو هالشغل؟ بركي بينزل شريك معكم. بتشتغل تيسير؟ أنا اللي بشتغل. لك مو شغلة بتشجع، لفها بقى أنت وياه. طالما بالليل ما بيأثر. شو هالشغلة؟ ايه علينا، انا متاكد انكم ما راح تشتغلوا. ايه قول انه خايف نضارب عليك عصام، فلقتنا ها حاجه تلف وتدور. لكم ضربت شو؟ لك الشغله مليانه بالبلد، امتى ما بدكم تحصلوا تشتغلوا فيها. ايه وقديش عم تطالعوا؟ يعني قد ما بتحسنوا علينا. ايه كل نهار شكل. ايه شو عم تشحدوا؟ شو شحادي ما شحادي قال شحادي قال. عم نشتغل حتى علي. انا ما انعزمت، على اي اساس بدك ياني ادفع؟ خلص لا تهكلي هم، بكره بس تتجوزي بالسلامه لا تعزميهم وانا بخليهم يدفعوا. اخي لا بدي يهدوني ولا بدي اهديهم، لو عزموني يعني على عيني من عيني هي قبل هي، بس ما عزموني. لو عزموكي شو؟ من عيني هي قبل هي. الله لا يحولنا. ايه انت يا استاذ نزار مالك حجه، انت معزوم. طبعا معزوم، وانا كتبت لهم هديه قصيده بهالمناسبه. قصيدة؟ شو بدهم يطبخوا فيها القصيدة؟ شو بدهم يعملوا صفيحة القصيدة؟ لك فرن الميكرويف اللي عم تحكي عنه، بعد سنة سنتين بالكتير بيخرب، القصيدة بتخلدهم يا أخي، بترحلها على الميتة، على الميتة 200 300 سنة. طيب أنا عندي حل، أنت انقرن قصيدة كهدية شخصية وناولنا 200 ورقة مشان الهدية الجماعية، يلا ناولنا. أستاذ سعيد هلا أنت ليش بتكرك على الواحد؟ لك أنا من الحرمان عم أكتب شعر، أنا ما معي مصاري اشتري هدايا، لو معي مصاري اشتري هدايا ما كان طلع معي شيء هلا، لك من الطفر من الطفر عم اكتب قصائد. لك طول بالك شبك، صرت باكستاني دغري وبلشت تنهنه، طول بالك هلا 200 ليرة ما معك. مستقل ال 200 ليرة أنت؟ لك ال 200 ليرة أخي سعيد هدول 4000 فرنك، 200,000 قرش، ال 200 ليرة بيطالعوني 100 يوم روح رجعة بالسيرفيس، ال 200 ليرة بيأهلوني آكل كل يوم لمدة جمعة وقيت لحمة. لك شبك قال لي ما بدي ادفع وخلص، لا تعمل لي محاضرة. مو مجبور انا احط مصرياتي حق هدايا، وبعدين بدك ياني يعني اكتب كل الشهر قصائد؟ لك لا يا عمي، انا بالعكس انا بدعي لك تصير مليونير مشان تريحنا من الشعر الخنفشاري تبعك. قعدت انت شو قعدت 200 ليرة؟ انا بشتري دائرتك ل 200 ليرة. ما بيقدروا قيمة الشعر، مفكرين القصيدة بتطلع هيك. علي الحلال لو في لجنة شغلتها تحط تسعيرة للقصائد، ايه ما بتحط علم 500 ليرة حق القصيدة. انت مستقلي قديش الواحد بينحد حتى تطلع معه؟ ايه لشوف بس تتجوز انت شو بدون يهدوك. انت ناوي تتجوز؟ ناوي لكن مو ناوي، بس عم استنى بنت الحلال اللي تقول ايه. ليش طلبت وقالوا لك لا؟ ما عم استرجي اطلب بنوب، بس انت مو ناوية تتجوزي؟ مبلا ناوية، بس عم بستنى الرجال اللي يسترجي يطلبني فوراً حوافق.
يروح ينقبروا هن اثنين، حتى على العرس ما عزموني، كأني أنا مو زميلتهم، على شو بتغارس التفتكار؟ خايف نشلحها هالعريس يعني؟ لك شو خص هي بهي؟ مين عم يجيب سيرة التشريع؟ لك وين بنروح بقكم أنتو؟ أنا عم بحكي بموضوع تاني، أنا عم بحكي بضرورة إقامة. سكر لي هالباجور، بتكفيني المغارة اللي بالبيت ها؟ أنا عم بحكي بموضوع نشاط اجتماعي، كيف نحن كزملاء نتكافل ونتضامن في مثل هذه الظروف. وإن شاء الله أنا كمان حاسب حسابي. يا وليش لعبنا ما حاسب حسابك؟ شو مكرسة حتى؟ أستاذ سعيد الموظف كرسحته غير شكل، صحيح عضويا ما عنده أي مشكلة، بس سيكولوجيا هو مكرسح. لانه بلا مصاري الواحد مثل كانه بلا ايدين وبلا رجلين. قلت لك ضب المغاره واسمع، المصاري اللي عم تطالعها من الشغل الاضافي شو عم تسوي فيها؟ انا شغل اضافي استاذ، انا بشتغل شغل اضافي. لا يا استاذ جواد لا، بدك تخبي علي الشغل الاضافي مطرح ما شافك هذا اللي فكرته انا. هداك مو شغل دايم، يعني احيانا منطالع 100 ليره واحيانا بيمضى اسبوع ما منطالع ولا فرنك. لك ما منكن أمام، ما في خواص، ما في خواص. لا بشوم عليكم. بس اسمع انت وياها، اذا حدا منكم صار عنده مناسبة وما جبنا له هدية لا يعتاب، لانه ازرع شرا تحصد شرا. تفي تفي على شو تفي؟ اي اساسا نحن ما بصير عنا غير مناسبات الوفاة، وهي ما بدها هدية. وين متعلم هاي المصلحة؟ أنا مصلحة؟ هاي اللي عم تشتغل فيها من الحياة، هاي المصلحة تحديدا ما بتعلمها إلا الحياة. امو على عيني امو على راسي تكرم عينك. تفضل. شو هاي؟ لشو البعزة؟ 25 ليرة؟ ما معي غيرها، والخمسة وعشرين ليرة الثانية للسيرفيس. شو بدي اخذ لهم هدية كاشو زي انا؟ مسكي رجعية لا بتقدم ولا بتأخر هاي. لا تواخذني استاذ سعيد، بس لا تجود الا بالموجود. الحال من بعضه يا منيرة، شو بدنا نسوي؟ استاذ ياسر جوا؟ ايه جوا. لفوت شوفه. وين وين وين؟ في موعد مسبق؟ شو هاد موعد؟ ايه موعد مسبق. هلا الفوتي اللي عنده صار بدها موعد؟ طبعا بدها موعد. يعني واذا ما معي موعد ممنوع فوت؟ ايه طبعا ممنوع، لانه اليوم بتقدم طلب المقابله. أيوة. وبكره بتيجي بتاخذ موعد المقابله. يا حبيبي شو بالبيت الابيض صرنا؟ من امتى الاجراءات؟ من امبارح. قدم طلب. لا ستي لا بدي اقدم طلب ولا بدي اشوف المكربه بالناقص. لك شو صايبكم؟ ناقصنا بيروقراطيه نحن. يعني ما بيصير الا ما تتبرع؟ خلص بناخذ لهم حي الله هديه وبيمشي الحال. لك يا شو مانا حكينا، ما حلو نتراجع بكلامنا. اتراجع بكلامك، شو المشكلة يعني؟ هني اصلا ما كانوا موافقين، انا الله يصلحني اللي كركت عليهم. بتعرف حالك مو خرج، ليش لحتى تكرك؟ كنت مفكر انه هالموظفين اللي عنا بالدائرة رح ينتخوا ويدفعوا، ما كنت متوقع ابدا انه كل واحد منهم يكسر ايده ويشحد عليها. اي خلاص، مناخذ لهم مكواية وبتقول لهم الميكروويف بعدين. معقولة؟ بس كمان المكواية حقها شي 1500 ورقة. ليش 1500؟ في ب 500. لك هي ب 500 عادية على الكهرباء، ما فيها بش دخنة، بدي اخذ تبع البخار انا. ضروري بخار، المهم كواية. يا جمانة بدنا نفوت، نحن رافعين راسنا وعيننا مفتحة هالقد. طيب خذ المكواية تبعنا، ما استعملناها غير مرة واحدة. لك انت بعقلك انت، اخذ لهم مكواية مستعملة، هدية هي. طيب مو مبين عليها انها مستعملة. بكفي انه انا وياكي بنعرف انها مستعملة. طيب اشتري لهم مكواية جديدة، شو بدنا نعمل؟ منين بدي دبر مصاري؟ مثل العادة، شوف منصور. لا، إذا بنقص لساني ما بقول له، بعد اللي صار ما بطلب منه فرنك إذا بيقطعوا رقبتي أنا. إذا مو منصور، سرور. اتركي سرور بهمه، الله عينه عم يبيع أغراض بيته أنا. شوف لك أخي حسان. لا، كل شيء لأخوكي، بيضل يهتنا فيه 100 سنة لقدام. لك هلا على وش انتخابات، دغري بيعطيك. إيه معك حق. قومي اتصلي فيه على الأوتيل، بلكي بيلتقى هنيك، قومي اسألي، يلا. الله لا يحيجنا لبيت المريئي. قال شو؟ يا صخرة طوضا وريحا عاتية، شوي تاني حسيت حالي رح طير يا رجال. ولا هديك اللي عندي وهي عم ترقص على المسرح طارت الباروكي على راسها. يا طيب. لك صار حاطه تحت الضرب 3 شهور وانا عم براقبه، لحد هلا ما قدرت امسك عليه. هيك ليكون ارسيل لوبينا. شوف مين يا مونس. شو له استاذ حسان؟ اذا ما في حدا مهم قل له مالي هون.
وينك لكان؟ مسافر. حاضر. ظريف المونس. الو اهلين مدام. استاذ حسان ما شفته، هلا بسألك عنه فوق. مدام جمانة استاذ حسان الا سافر على حلب وبعد اسبوع بيرجع، اسألها اذا كان في شيء مهم. الو مدام جمانة استاذ حسان سافر على حلب وبده شيء اسبوع بيرجع، في شيء مهم بتحب تبلغيه؟ حاضر، مع السلامه. ابو الحسون بدي اسالك، دخلك هذا صهرك منين بتستهدين عليه؟ منين بتستهدين؟ ايه انا بعرف مثل صهرنا من نفس الماركة. ومين صهرك بلا صغراء؟ من عندكم اف سهيل. ليش شو خصك بسهيل انت؟ قلنا لحالنا ما توفقنا بجوازة سهيل، خلينا نلاقي صهر مثل العالم والناس. ابو شوكة راح يتجوز خالتي، اقبال عندك. انا اللي عندي ما لي عرفان شلون بدي ارتاح منها. اللي عندك صار بدها تنسيق، قلنا لك لازم تلاقي لك شي وحدة صبية فرفورة ترد لك شبابك. شو بنا؟ هلا قيمنا من التنسيق ما تنسيق والسير معدت انت وياه، قوموا خلينا ننسق لنا شي برتية جوا، داخليها. وشو بدك تعمل هلا؟ شوفي جمانة، أنا دقيت على صدري، ولما سعيد النايحة بدق على صدره لازم تطلع النغمة، بدي فرجي هالأوباش اللي بالدائرة إنه أنا عند كلمتي، لو كسروا إيدهم وشحدوا عليها، بدي جيب لهم كواية لسهيل، يعني بدي جيب لهم كواية، حتى لو بعت أغراض بيتي. يو بدك تبيع أغراض البيت؟ إيه ما فيها شيء، بشوف لي كم غرض مستعمل بروح ببسط فيه بسوق الحرامية، الشغل مو عيب، الشغل قيمة للإنسان. بس هذا مو شغل، هي شحادة. لا ستي، هذا شغل. علا لا تقولي لي شحادة مو شحادة. شو في عنا اغراض مستعملة خرج نبيعها؟ في عنا مسجلة قديمة، وفي عنا بابور كاز، وفي كيس معبى اواعي من وقت ما كانوا الولاد صغار. يعني كلهم على بعضهم بجمعوا لهم حوالي 1500 ورقة. ما بعرف، هدول اللي متذكرتهم، في كتير اغراض غيرهم. شو عم تساوي؟ قومي لمي لي اياهم كلهم. لك يلا جمانة يلا. قفلنا بسوق الحرامية. شو بتشتغل؟ بسوق الحرامية. بس مو حرامي سيدي الله وكيله. اكبر قلبي اكبر قلبي لما تشوفني. ما يحبك سهيل والله ما يحبك. شو هاد؟ لك شو هالطرطقة هاي؟ ان شاء الله للصبح بتكون ضلوا عم تطرطقوا وانا تنقلي راحتي، مو هيك؟ يا عمي ليش عم تعيطي؟ نحن عم نجهز مشان جاية الجماعة بكرة، ما بدنا ننعجي. لك محرزة تعملوا كل هالواجب للسيد سعيد، شو صار مدير عام؟ لك لا يا مرت عمي، بس يعني عدم المؤاخذة، الرجال متغلب وجايب معه فرن مايكروويف، معقولة ما نقوم بالواجب والزيادة؟ عن جد؟ لكن شلون يا بني آدم؟ السيد معاون الوزير طابع كتاب مطبولة فيه الصحافة كلها وكل الناس دريانة ونحن مو دريانين؟ معقول يا ياسر؟ معقول أنا بدرة من الغريب وبنكم ما بدرة؟ بيصير هذا الحكي؟ لك يا أخي ما انكم فاضيين تقروا جرائد علولي؟ على القليلة أنا بقرأ. شلون؟ المهم هلأ أنا اليوم رايح لعند السيد معاون الوزير وهني بنفسي شخصيا، وبكرة منشكل وفد رسمي برئاستي ومجموعة المدراء كمان منقدم له التهاني، وبعد بكرة انتوا المدراء بتنسقوا بين بعضكم، نعم، وبتاخدوا معكم رؤساء الأقسام وبتقدموا له التهاني، وباليوم اللي بعده كل رئيس قسم بياخد معه موظفينه وبيقدموا له التهاني. سمعني منيح، يعني بدي السيد معاون الوزير شهر كامل وهو عم يتقبل التهاني. طبعاً أنا حجزت إن الكتاب 700 نسخة بتوزعون على الموظفين عندكم وبتحسموا من رواتبهم. شلون؟ الدفع إلزامي وأنا راح صدر أمر إداري بهذا الخصوص. وينك يا سير؟ بنروح على عند السيد معاون الوزير، لا تروحوا وانتوا عم تطوطحوا بإيديكم رايحين عم تصفقوا. كل واحد منكم بكل مشوار بياخد معه هدية محرزة. إيه؟ شلون؟ بالنسبة لهداياكم الشخصية خصموها من الميزانية. ايه بس بالنسبة لرؤساء الأقسام وباقي الموظفين لا، هن بيدفعوا ثمنها. ايه شو بدها تتحمل ميزانية تتحمل؟ الله يعينها، ما بيكفي مهدود حيلها؟ ما بيصير.
بتتم هي كمان اموال عامه لازم نحافظ عليها. ضربي على الحافر وضربي على المسمار شبك. تصرف. ايه مع السلامه. يخرب بيتك لعيت قلبي من كتر ما بتحكي. هلا صار لك ساعة عم تلقي وما فهمنا شو القصة. شو القصة؟ نرجع من الأول. أنا وعم امشي بسوق الحرامية طلعت على الشارع، وإذا عالصيف لقيت لك واحد عم يبيع أغراض عتيقة، لابس بدلة مثل بدلة عمك سعيد، وصباط مثل صباط عمي سعيد. شو سارقين له ياهو؟ رديت قاطعتني؟ رح أرجع من الأول. لا بوس إيدك. طلعت من سوق الحرامية. لا كيف منها، بدي من عند الصباط اللي بيشبه صباط عمك سعيد. شو قلت لحالي؟ هالصباط صباط عمي سعيد. قربت لعنده وناديله. عمي سعيد، اونكل سعيد، ما رد علي. ليش بيشبه عمك سعيد؟ لك الخالق الناطق، طول عطس وعطوس، بس لافز بالسلوك ما ميزته. قلت لحالي ناديله مرة تانية، قربت لعنده، عمي سعيد، عمي سعيد! ما رد، امشي. بعدين وقفت، قلت مو معقول، الجرابات جراباته، شو أنا غريب عن جرابات عمي سعيد؟ كمان سارقين له الجرابات؟ هلا انت ليش بصلتك محروقة؟ ليش بصلتك محروقة؟ جايك بالحكي. قربت لعنده وقلت له عمي سعيد، عمي سعيد انا انكشه وهو يدير وشه، انا انكشه وهو يدير وشه. قال له عمي سعيد ما لقيت لك الا السلك انشلح وانكف ندع. قال لي ايه عمك سعيد حنيت كفك. يعني طلع عمك سعيد؟ لك ايه مو اهون منك الا اللي اجى لعندك ويقول لك شو صار. ليش شو صار؟ لك شو صار؟ شو صار؟ نحن عم نتحاور مع بعضنا، ما لقيت لها غير الشرطة طج وطبت فيه. قال شو؟ ما معه رخصة اشغال ارصفة، شحطوه على المغفر. وان شاء الله انت ما تواصلت له. لك لك تواصلت له وقلت لهم يا شباب هدوا حالكم شوي، خليني اتفاهم شوي بحبية. قام التفت واحد وقال لي شو لا عم ترشينا؟ قلت له بهي معك حق، لانه بهالايام ما حدا بيحب حدا الا بالرشوة. وهلا شو مطلوب مني؟ لك شو مطلوب منا؟ قوم البيس اوعي خلينا نروح لعند اخوك زهير مشان نروح نغفر مشان نحل الموضوع. انو موضوع؟ لك شو انو موضوع؟ ايه سننتني؟ ايه صار لي ساعة عم بحكي لك؟ ايه شو انو موضوع؟ هلا انا لو بيكتبوا لي اسم سعيد النايحة على ورقة يا نصيب بدل الارقام ما كنت ربحت الجائزة الكبرى كذا مرة؟ ليش انا لو بيكتبوا لي اسمك مو كنت كمان ربحتها كذاين مرة؟ عم تنكد كمان؟ ما عم نكد بس لانه شيء بيضحك فعلا. الأرصفة كلها مشغولة، بسطات ودكاكين وسيارات، ما حدا علق غيري أنا. مو صحيح الحكي، نحن وين في رصيف مشغول من واقف صاحبه. إيه لا سيدي مو صحيح، هاي الدكانة اللي على الزاوية جنب المغفر مو أكل رصيف كله ونص الشارع. هاي السوبر ماركت صاحبها مسؤول بس حاطت فيها واحد، ما فينا نزعجه. والسيارتين اللي صافين بالعرض على الرصيف كمان سيارة المسؤول. وإذا مسؤول ما بتحكوا معه يعني؟ ولا ما بتتمرجلوا إلا على المعترين؟ لا منتمرجل على الكل، بس هذا ما بقدر بحكي معه، بده واحد من مستوى اعلى. وما يتمرجلوا عليه اللي مستوى اعلى ولا اخذين اجازه يعني؟ لا بس السياره الثانيه اللي صافه بالعرض للمستوى الاعلى ما بيقدر يحكي معه. يا احراج، مو حلوه هو صافي في سيارته ويجي يقول له لهداك ليش صافي في سيارته؟ لك انتوا ليه ما بتنحرجوا معنا؟ ما بتنحرجوا معنا منوب؟ بتسحبونا من بيوتنا بالشارع بدون احراج، بتقدحونا فلقه بدون احراج، بتركبونا جوله ايكونومي وفيرست كلاس على بساط الريح بدون احراج، لك ما بتنحرجوا الا من المخالفات المبحبحه. بس ولا كلمه، انا اللي بحقق هون. يا وليد! نعم سيدي. خذ لي اياه على الجواني قبل ما يطلع خلقي وقرر اعمل له رحله ببساط الريح على فيتنام فيرست كلاس. حاضر سيدي. لك شو حاضر؟ دخيلك سيدنا دبره، تعبان هالمره. بعتني إيكونومي. لك أشوف الساعة شو ظريفة. شفتها وأعرف هسا بعتك إياها. تشتريها الساعة؟ لا ما ودي إياها. لك ضد المي يشوف هيك شو ظريفة. الله يبارك لك بها. تتحمم فيها هي إذا تحممت ما بيصر لها شيء. شوف شو ظريفة. هي زينة. مسيك شوفها اللي بها. مسيك ما ودي اياها. وقت سميح الدوري بيقول لك مسيك يعني مسيك شوفها. حلال عليك. زين 500 ورقة. هسا اشتريتها ب 100 ورقة. اخي الدنيا بيع وشراء والتجارة ربح وخسارة. خذ هاي 500 ورقة. اللي مبروك. الله يبارك لك. الله لا يبارك لك. لك شو هالساعة؟ والله حلوة. بيع الساعة؟ لا ما ودي ابيعها. اخي بيعنا يا
اخوي ما بدي ابيعها. وات سميح الدوري بيقول بدك تبيع، يعني بدك تبيع ولا؟ هات الساعة لشوفها. خذ هاي الساعة. لك شو هالساعة؟ انتيكا هاي ساعة. مسيك. هسا اعطيتك 500 ورقة. اخي هذا بيع وشراء. مسيك. بيع وشراء. شوف الساعة شو صار. ما ودي اشوف. شوف الساعة شو ظريفة. يا اخوي الله يبارك لك بها ما ودي اشوفها. لك والله ساعة ظريفة بسيك. اي اي زينة زينة بس خذها ما عاد بدي اياها. سيك ولا؟ سيك. اي زينة. امسك. شو ها؟ 100 ورقة. اخي هي بيع وشراء 500 ورقة حلال عليك. حس علي اخذتها منك. لما سميح الدوري بيقول 500 يعني 500. 500. هاي 500. وين حالي؟ وين حالي؟ اللي مبروك. الله يبارك لك. ما حد بده يشتري ولا بيع. لك ورجينا الساعة اللي بيدها. شو 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 صار مع عمو؟ الله يرضى عليكم. تقولوا لجمانة تحكي مع افتكار، وافتكار تتصل بابن خالتها فارس ويجي طالع من هالورطة. يرضى عليكم. يلا مشي قدامي مشي. يلا بمشي لحالي شباك. البطارية وكالة والمر الشغال بمشي بدون تدفيش. لا تنسوا بابا. يلا بيهدوا لها حطابة التاني البلدية بس نرتاح. افوت خالص. حي الشعر. اهلا وسهلا بالمعلم. شو رجعتك قريبة؟ شو تهمتك المرة؟ واقف على حيلك ولا سمين؟ واقف! ايوه عود بالارض. قل لي من ذوقك جف، تشتري هالساعة؟ ما بدي اشتري ساعة. بدها المية اذا تسبحت بها بعد، اذا تسبحت. خذ هات ال 5000 ورقة. يا اخوي هذا زلمة مين؟ سعيد؟ اهلا. شلونك يا اخوي؟ هلا براعي النشامة. الله يسلمك. شلونك؟ الله محييك. طمني ان شاء الله ما طلع لك حدا بالبراري. لا الحمد لله يا اخوي. إيه؟ وش صار بالقلابية؟ القلابية يمكن بالبيت ما بعرف. يا اخوي هذه مي من عوايدنا، لكن انا مستحي منك ودي اياها. لك سيدي اذا ما التقيت بجيب لك واحدة جديدة بدل. ما ترضى حمدة ما ترضى. انا قلت لها يلا جيت خير اخيط واحدة جديدة ولا اشتري واحدة زين منها، قاعد كبوت وجبال السود غير قلابية الزفة مرضى. يا اخوي ماشي ما تكلم، اذا ما التقيت بحاول دور لك عليها وجيب لك واحدة اختها. ودك تلاقيها ولا حمدة ما تضل عندي. شو دخل حمدة بالقصة؟ حمدة عيلتي من يوم انطيتك القلبية وبالي مجدوه من كثر نقها. تقول لي ما اريدك ما اريدك، ابن عمي ومثل اخويا، دم وريده من وريدك، ما اريدك لما ترجع القلبية ما اريدك. سميح. نعم عليك. قوم اجلي لاني هون ما اريدك انا. يا اخوك هذا خذ مني 5000 ورقة وخذ الساعة. بيرجعوا بيرجعوا. رجع. يلا روح اجلي ده ما اريدك. يلا يلا هات بلي يا فاسخ. حيوك. الله يسعدك. الله يسعد الدربة اللي جابتك يا اخوي. الله محييك. تبيع الساعة هلا؟ معقولة من شان اشغال رصيف تزت واحد بالحبس؟ لك خلي عندك شوية نظر، اصلا هذا الرصيف ما حدا بيمر عليه. حاضر سيدي، بس نحن مو مشان اشغال الرصيف فقط، في تهم تاني سيدي. تهم شو؟ بيع البضاعة بدون ترخيص هي تهمة، اشغال الرصيف كمان تهمة، واحتمال تكون تهريب ما في شهادة مصدر من أي منها كمان تهمة. منين بدي أجيب لك شهادة مصدر بابور كاز مستعمل؟ بعدين عمرك شفت واحد بيهرب مسجلة خربانة؟ سيدي أنا فكرتي من فكرتك، بس هذا المغضوب وليد هو اللي جابه. مو حلو أكسر بخاطر العنصر قدام المواطنين؟ مشان هيبته سيدي مشان هيبته. قلت ببيته ليلي على ذمة التحقيق. شو هالحكي الفاضي هاد؟ هلا معقولة مشان ما تكسر بخاطر عنصر من عناصرك بتتبلى واحد؟ مو تبلي سيدي مو تبلي، في 4-5 تهم سيدي. ما دام هيك بتطلع بتلم لي كل شيء ناس شغلي أصرفي هلا، وأنا بعد نص ساعة بدي أطلع جولي. ويا ويلك يا ويلك إذا شفت حدا شاغي رصيف، بدي أرفع فيك مذكرة إهمال وتسيف في أداء الواجب، فهمت؟ لا سيدي لا، أنا بدي طالعه لسعيد، مو إنه ما بدي طالعه، بس عم بشرح لك سيدي. أنا عم بشرح لك. أنا ماشي. وبعد نص ساعة بدي أتصل فيه على البيت. ويا ويلك إذا ما لقيتك بعته على البيت. بتلاقوني سيدي. تفضل تفضل. نعم سيدي. يا ولي. نعم سيدي. الله لا يوفقك. لك أنا ما بيكفيني عديلي، كمان بدك تعلقني مع اللي فوق. لك أنت ما بتجيب لي غير المدعومين؟ 100 واحد انبسط برا ما في وراهن حدا. لك جيب لي واحد من بيناتهم وشوف شلون بربي لك القرود السود فيه ولا لا. حاضر سيدي. روح روح طالع سعيد. حاضر سيدي.
انت ليش جابوك لهون؟ شو عامل؟ كنت سارح بالحلال ومن التعب ارتكيت تحت الشجرة وغفلت شوي. ليش مو الحلال يطش ويفوت على حوش الحكومة؟ قامت الدنيا وقعدت دقن بي وجابوني لهان مرة ثانية ودي اطلع اسرح بالمريخ فوق. والله شغلتهم شغلي هدول. ولا يهمك، راح الحلال مسؤول كبير بالدولة، باكر ولا بعد باكر تراني قطر من هون، تشوف بعينك. ان شاء الله. سعيد النايحة. حاضر. شرف. جاي. يلا سيدي بدك شي؟ سلامتك، بس إذا شفت وضحة ترعى بالنعجات وانت راكب عبزات الريح، سلم لي عليها. تضرب على المفاولة. يلا خلصنا. وهي فلا. عرق معلم. انتبه على أبوش بغيابي، ما أريدك. على راسي ما أريدك. شرف. ما شوف شو ما صار هدول. روح لجوا. استرجال اخوي. روح لجوا. يا جمانة. حاج تقول شو العمل هلا؟ شغلة انه الروح عم تنطح بايدينا ما راح نروح، ما بفوتوا ايدي فاضية انا. طيب روح لعند ابو خليل بركي بيعطيك مكويت بخار بالتقسيط. لك شلون بالتقسيط؟ ما بده اول قسط، ما بده شي 200 300 ورقة دفعة أولى. انت قل له انه باخر الشهر تدفع له اياهم بفرد دفعه. ايه مالي عين انا، ست اشهر ما دعست دكانته يا حبيبي، ونسيتي انه اخر قسط من الغساله لهلا ما دفعناه. لك صار لي ست اشهر اللي عم بقدر امرق من دكانه ابو خليل، ولا عم بقدر امرق من الشارع اللي فيه دكانه ابو عدنان، ولا من الشارع اللي فيه دكانه ابو محمد. شايف لك على الحاله جمعتين ثانيات راح صير روح واجي على دوامي من على الاساطيح. هلا مو كل مره تعمل لي محاضره، خلص فهمنا. انت قل له انه باخر الشهر تدفع له حق المكوى بالكامل واخر قسط من الغساله سوا. ماشي رح روح، بس اذا رجعت وعيني بقى لبرا بتكوني انت السبب. لا يو، ابو خليل رجال ادمي ما بيمد ايده ورجله. قلتك بعده للحين راكب ابساط الريح. من هو؟ سعيد. لا سعيد بيكون طلع. يطلع بلعك من حلقه. وشلون؟ والقلبية؟ أنو قلبية؟ قلبية الزفة، بتعرف وين مسكنه؟ سأل الشرطي. شنو يقولوله؟ وليد. يا وليد! يا وليد! يمكن ما سمع حي. يا وليد! يا وليد! شو بعتك ولا؟ وين سعيد؟ شو بدك فيه؟ ودي إياه ودي القلبية. قلبية؟ إيه؟ قلبيتين، ثلاث قلبيات، شرف معي. لوين؟ بدي طالعك رحلة عبساط الريح، بتدور عليه وبتشوف وينه. يا بايا! مشي معي. يا بايا! ايه سيدي بيه الساعة؟ شو صار معك؟ شو صار معي؟ تبهدلت، تأمأمت من فوق لتحت. قال إذا ما بندفع له قسط الغسالة آخر الشهر بيرفع عليه دعوة. يو، وشو قال لك من شان المكوي؟ شو قال لي؟ فتلع عنده هالمحل بتعرفيه أبو خليل الأزوار، طلع فيه هيك من فوق لتحت وقال لي شوف ولك بكل قلة أدب إلك عين تطلب. معناها اتصل اعتذر من الجماعة. لا ما بقدر اعتذر، أنا دقيت على صدري ابن النايحة أنا وقلت له نجيبكم. ما لك غير تعتذر، يا أما خلينا نروح. لا شو من الروم، بعتذر قولتك. الو اهلين سوين. اهلين سوين، هلا كنت بدي احكي معك. هذا يا سي. طيب ماشي خلص، الساعه 7 بنكون عندكم ولا يهمك. لا خلص انطفي بقى، انطفي خلصني خلص. الله معك. شو ما في مجال، بدنا نروح واجرنا فوق اجرنا، داعيين ناس وعم يستنونا. تفضلي غير اواعينا فوتي. ها تاخرنا باليون النايحه. لا فارس لا تحكي عنه هيك، انا لغايه امبارح ما كنت محترمته، لكن لما عرفت انه بده يجيب هديه فرن ميكروويف صرت احترمه. احكي انه ناقصك فرن ميكروويف، كنت جبت لي. أنا مو مشان فرن ميكروويف، بس هو لأنه مصمم يجيب الهدية رغم أنه مو قدرته. سهيل ما تقوم تساعد افتكار بالمطبخ، ليش تركها لحالها؟ سيد فارس في مجال أحكي مع حضرتك أنا كلمتين من غير ما تحاسبني عليهم إذا في مجال؟ ما بوعدك، إذا كلام بيتحاسب عليه بدي حاسبك. لا كلام ما بيتحاسب عليه، مو من اللي ببالك منه. هذا حكي فاضي بلا طعمه. ايه اذا كان حكي فاضي نحن ما منحاسب على الفاضي، منحاسب على المليان. اخي فارس اذا بتريد لو سمحت افتكار مرتي، يعني مو حلوه حدا يعلمني شلون انا اتصرف معها، لانه هي حياتي الزوجيه انا مو حياه الحدا الزوجيه. اسكت عم يعلمك لانه ما بتعرف، بعدين هذا اذا تدخل شو فيها مثل اخوها، مو هيك ابو شوكه؟ طبعا لازم يساعدها،
خاصة أنه سهيل مشتغل بهالمجال قبل هالمرة وعنده خبرة. لو سمحت، لو سمحت سيد أو شوكت، إذا بتريد لا تسمعني حكي وتبرق لي هيك تلميحات من هون ومن هون. هاي سياسة زول تسفوس، أنا بعرفها منيح. أنا أصلا هدول الكام يوم اللي اشتغلتهم عندك بالكازينو شطبتهم من حياتي، شطبتهم من حياتي، شطبتهم من حياتي. شطب حبيبي، شطب حبيبي. ما في داعي تشطبهم حبيبي، ما في داعي. أنت أصلا كنت عم تشتغل مشان ما تحتاج حدا، والشغل مو عيب. سمن لي بدني سمي. أحسن من السلبطة. اجوا كله. لا تأخرت. شو هيك؟ حبيبي. لا تواخذونا، تأخرنا شوي لأنه ما بدنا نجيب حي الله فرن نحن. يا لطيف على النسوة، يا لطيف على النسوة. التهينا بالمبازرة ونسينا الفرن بالمحل نحن. ولا يهمك يا أبو الثوم، ولك ولا يهمك، جيدكم أنتوا لعنا لحالة بالمكفى، أهم من بوتوغاز بسبع عروض. وبركي أكلوا عليكم صاحب المحل. محلولة سيد سعيد، مسيك هاي مفاتيح السيارة وروح جيب الفرن وتعال. مزبوط، بس المحل مسكر، هو جارنا يوم الخميس والتنين بيسكر بكير. بس نحنا ما نسينا نجيب المكواية. الله يسامحك يا سعيد، الله يسامحك يا سعيد على هالخرطة، إنه هذا سعيد مو معقول شو خراط، عليك الخرطة بتحل بربنا. ليش عم تقول عليه إنه خراط؟ شو عمل؟ لكن هي الكذبة تبع تبع الفرن كذبة بتتسدها. هلا أنت ليش معتبرها كذبة؟ ممكن فعلاً يكون نسي الفرن بالمحل. أنا محل؟ هذا إذا كان اصلا في محل. اكيد في محل، لك عم نواجه بالمكوايه من نفس المحل. المكوايه؟ انت اصلا شفتي المكوايه اصلا؟ شبهها؟ ما شبهها شيء. هي المكوايه يا روحي مستعمله، هي من الهدايا اللي اهدوهم اياها لابطال الانتاج. مستعمل، شوفي الغبره طلعي. لك ايه والله، ليك مقحوطه. الله يسامحك يا سعيد على هالعمله. لك مشان تسمعي كلامي، بعدين إذا بده يتشاطر ويتذاكى على القليل يجيب الكيس من محل كهربائيات وأدوات كهربائية. الكيس كيس ملابس والمكواية جايبة فيه، شايفة شلون؟ تعبرني شو ذكي. لك ذكي أنا، ذكي خير الله. بعدين بدي أقول لك شغلة إذا بتريدي لحتى تتأكدي أكثر أسا قديشني أنا ذكي. جود حبيبي. وهذا سعيد وضعه المادي مثلاً لسعيد بيسمح له إنه هو أصلاً يجيب فرن مايكروويف. سعيد اصلا عم يشحد. ما شفتي بعدين مرته اللي انا لاحظتها بذكائي شلون بحلقت مرته لما جلط جلطة الفرن وخرط هذيك الخرطة؟ لازم لازم يسموه سعيد الخرطة. سعيد انت رح تجنني. ها ليش شو صار؟ ألف مرة قلت لك بس بدك تكذب شي كذبة خبرني قبل، كل مرة بتفاجئني وما بعرف شو بدي أعمل. لك طلعت براسي فجأة، فتت لقيت الجماعة قاعدين، قلت ما بدي شمتوا فيه، بتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فيه. وشو بدك تقول لهم السبت إذا سألوك؟ هلا من هون للسبت بيفرجها الله، شبك أنت بدبر الموضوع. أنا سعيد، بتخافي على سعيد أنت؟ شلون بدك تدبرها؟ ضليت يومين تعارك ما تدبر معك ولا فرنك، أبداً، كل مرة بنوقع بنفس الطابوسة. لك ولا يهمك، بكرة بطالعك من الطابوسة. بكرة رايق أنا وسرور ندور على دليلي، إلا ما نلاقي شي عقربة خف جمل نافر. وبركي ما لقيته نافر؟ منلاقي حافر وبيطلع هالكنز، وجمعة زمان بتصيري تتبهنك إياه جوزة سعيد النايحة. ولك لا تخافي على سعيد. أنا مالي خايفة عليك، أنا خايفة منك. كل مشاريعك عم تبنيها على هالكنز، بس المشكلة إنه إذا ما طلع الكنز شو بدك تعمل؟ وطي صوتك إلا ما يطلع. شو ما يطلع عم قلك لا تخافي على سعيد أنت. افترض إنه ما طلع شو بدك تعمل؟ ساعتها بتربح ورقة اليا نصيب. ما عم قلك لك سعيد حاسبها، لا تخافي على سعيد. رجعنا لورقة اليا نصيب. شامم هون ريحه.
أنا مالي شامم شيء. أنت أساسا ما بشم غير ريحة الأكل، أنا اللي بشم. شو شامم؟ هي المنطقة فيها. إن شاء الله من الحفرة كلها. لا أخيو، مندور على بالمنطقة هون حواليها، إذا لقينا حفرنا، إذا ما لقينا مندور بغير منطقة. مسيك جفتك، عامل حالك عم تدور على حجل، إيه؟ ماشي. يلا. شو النقشات اللي بدنا ندور عليها؟ عقربة، زلحفة، خف جمل، دعسة ولد صغير، هالشغلات هي. ماشي، مسيك هي الجفت تبعك. هاد، مسيك هاد قضيب الرماد. لشو هذا؟ بتحطه لقدام هيك وبتمشي. إيه؟ إذا نكس لتحت بيكون في ذهب. ماشي. وهدول تبعاتي أنا. وهدول لشو؟ هدول كمان قضيبين حديد، بنحطهم هيك بنمشي لقدام، إذا أكسوا بيكون في ذهب كمان. إن شاء الله ينكس ويأكسوا يا رب. يلا يا رب شرف. امشي. بسم الله. يا لطيف نكس. وأنا أكس. وأنا نكس. معناها خلينا نحفر هون. يلا. ابن عمي شوف مين. حاضر بعم لاقيها. لك وين ضوعتها؟ امبارح حطيتها بس ما شفت الا ما لاقيها. وين بتضيع؟ بدها تكون موجوده. وين من جد؟ وي مرحبا صهري. اهلين. نحن مالنا متفقين يوم الجمعه ما بدي اجيلها هون. يا صهري بدك تتحملني، انا مالي خيرك. شو القصه؟ شو صاير؟ المره ما عاد ينعاش معها، رح بتجنني. تعاتلت انا وياها. لك انا جوزتك مشان ارتاح منك، مو مشان كل يومين وثلاثه تحرق. لك روح نامر تصالح انت وياها. مستحيل مستحيل يا صهري مستحيل. لك انا رح بتجنني، ما عاد قادر اتحملها. لك هي على السعبه، جمعة زمان بتجلط. خير بابا خير. شبه هالكركمة هالكركمة فكرتني ولد صغير. شبهها. لا تبكي لا تبكي، عود عود ارتاح. خير شبهها. لك تصوري يا بنتي، بدي يعني كل يوم غسل ايدي قبل الاكل وبعد الاكل، كأنه انا مالي شغلة ولا عملي غير انه غسل ايدي. هلا مشان هيك زعلان؟ مو بس مشان هيك زعلان، بدي يعني كمان كل يوم والتاني فرش اسناني قبل الاكل وبعد الاكل، كأنه انا مالي شغله ولا عمله غير انه فرش اسناني. لازم تنبسط لانه عم تهتم بنظافتك، مو تزعل. لك انا مو بس مشان هيك زعلان. مشان شو لك هاد؟ احكي. بصراحه بصراحه يا صهري، انا وافقت اتجوز على اساس صبيه مو كبيره. ليش كان ضربك العمر لما رحنا خطبنا لك اياها ولك ما شفتها انها مو صبيه؟ شفتها بس كنت مفكرك عم تخطب لي البنت مو الام. ايه امشي معي. لك لوين؟ قوم امشي معي. لك لوين؟ روح تصالح انت وياها، اساسا هالمراه كثير عليك. يلا طول بالك وشك. روح دلع. طول بالك. ما راح اطول بالي. بس روح. امشي من هون يلا على بيتك. بستريح منك. لك خلص انتهت المقابلة. هيك يا أبو زهير؟ هيك بتقلع أبي؟ ما بيطلع غير تقليع، شو أعمل له؟ هذا جد ابنك هاد، مو عيب عليك تقلعه؟ يحرق أخت هالابن، وينه؟ شلون وينه؟ هون. شو هون؟ ما عم شوفك إلا عم تنحفي بدل ما تتخنيه. إيه شهرين لسه ما صار له، ما حله. عتقولي لك ثلاث أشهر حامل. إيه كنت مخربطة. لا مو مخربطة، بس هاي التصرفات تبعك مو تصرفات وحدة حامل. يعني شو انا عم بكذب؟ لا ما عم تكذبي، بس مخربطه. بكره رح اخذك على الدكتور. نصير صوري تغيلك. انا ماني غيرك. يلا حيو ديبك. ديبك انا. شو يعني خف جمل سرور؟ يعني حمل جمل ذهب. الى خرج والي خرج. الي خرج؟ بشري يا جمانه ستر كمين الشبح، وراح اشتري اوتيل حسان وكل شاليهاته، خليه يطق ابن الابريقي. منخلص اليوم؟ لك شو اليوم؟ بدنا اربع خمس ايام ما منخلص. ولي علي راحت للشغله شهرين معنا. لا خيو مو ضروري يجي كل نهار جمعه، نتفرغ له حتى نخلصه. يعني اخذ اجازه احسن ما نام بالدوام؟ لك اخي مو ضروري تاخذ اجازه، نجي نحفر بعد الدوام. المنطقه امنه هون وما في داعي. حيو هديبة. طلعوا طلعوا. شو طلعوا؟ ديبك انا. ها
حيو ديباك ديباك انا حيو طلعوا شو طلعوا ديباك ديباك انا ديباك شباح اخبط ديباك ديباك انا ديباك خلال مسيرة بحار شاب يبحث عن أبيه الذي يقال ليش هيك ماما؟ أبوكم تأخر برا، الله أعلم شو صاير معه، وأنتوا قاعدين مروين هون؟ أمي أبي طول عمره بيتأخر، شو فرقت هالمرة يعني؟ هالمرة معه بارودة، احتمال تكون طايرة فيه بالغلط أو السرور مقوصه بالغلط ومو منتبه. قوم روح لعند عمي منصور. شو بده يعمل عمك منصور يعني؟ أصلاً هو هربان من عمك منصور. أيوة خير، خير إن شاء الله. مرحبا علاء. اهلين. فضوا البيت باسرع وقت ممكن. عم يقولوا رح يصير زلزال كتير قوي. مين عم يقول؟ لك هلا مو وقت الشرح، لحالهم كلها صارت بالشارع، يلا بسرعة. زلزال؟ معقول؟ انتم مين خبركم عيني؟ جيراننا، وعم يقولوا كمان الشرطة دايرين على البيوت مخبرينهم. زلزال؟ يا لأنت ان شاء الله، يلا عمي بسرعة، يلا يلا برا. منقول شي بنعيدنا بحرفرة، يلا عمي. دقيقة دقيقة دقيقة، شخصة، شخصة مش صبار، صبار. صبار اطلع بالشحاطة الزلزال بعيدنا بحد الصبار. زلزال امي امي زلزال قوم خلصني بقى لك العالم طلعت برات بيتها ولسه احنا هون ليصير السمسال اخي نوقفنا بشي ساعه قوم اسمز لك البيت فوق راسنا سيدي كل ما صف كميون ابو عزات برا بحس الزلزال صار بعدين منين جابت هالعالم الخبر يعني خبر رسمي شي بيقول الشرطه دقت على البيوت وشي بيقول سمعوا بالراديو روح افتح لنا الراديو خلينا نسمع شو عم يصير صرح ناطق رسمي باسم مركز رصد الزلازل التي جرت في بعض المحافظات حول احتمال وقوع زلزال مدمر لا أساس لها من صحة وأنه لم يسجل ما يشير إلى ذلك خلال 24 ساعة الماضية سمعت بإذنك؟ أخي بدي حط على منتكارلو بركي هذا الناطق الرسمي عامل التصريح لا يخلص منا بلا حكي فاضي هاي الشغلات ما فيها مزاح إذا بدهم يخلصوا منا ما رح يستنوا الزلزال فوتوا أمي فوتوا يلا على غالكم أمام ساعة عينا التلفزيون شو مانا أكيد هلا بيحكوا عن الشغلة وين التلفزيون؟ ليكون حدا ناقله من محله كان هون وقت طلعنا أكيد حدا ساره لك الدروج لك التليفون بالأرض يا علامتي لك طالعين وتاركين باب البيت مفتوح إيه نحن فضينا لشي وقت طلعنا كنا فاضيين نسكر ونفتح أبي زلتي منكوش هناك شو الوضع مقلوب قلب يا ابي ومكبورتي رايحة طارت صاروتي صفيت على الحديدة يا كلب عندك مكبورة وتاركني على الحديدة سعيد هلا وقت العتاب لقلنا حل نروح على الشرطة بابا شو السوارة اللي هداني يا عمي منصور لما نجحت بالكفاءة انسرقت وعندك سوارة وتاركتيني بصت على الصريف سعيد هلا عم تفتح سيارة لسا روح على المخفر بسرعة بركي بيلقطوا الحرامية قبل ما يكونوا بعدوا عنهم يا حبيبي الحرامية بيكونوا صاروا باسطنبول بس مع ذلك رح مط انا بس بامكانكم هلا تروحوا على بيوتكم وتناموا مرتاحين الحراميه ما راح يفلتوا من بين ايدينا يا وليد نعم سيدي اعمل لي محضر بالمسروقات وخلي حدا من الشباب يعاونك هذا خير يا سيدي يلا مشي قدامي مشي يلا مشي مشي شوف يلا بسرعه شوي الله يوفقه الله يرضى عليه يمسك التراب يقلب ذهب بدون تعب كلامه ما يرتد أركانه ما تنهد يعلي مقامه يعلي جاهه صباح الخير حضرتك المساعد أهلا أهلا خير يا طير كمان انسرق بيتها شو عرفها لأنه هالزلزال ما زلزل حدا غيري
شايف هدول اللي طلعوا كلياتهم بيوتهم مسروقه، بس مو هذا اللي محيرني. لكان شو اللي محيرك؟ انه هالحرامي الحمار اللي فات على بيتك لو سرق البيت كلياته ما بيكفي حق عشاء محترم بمطعم عديلي. ليش عديلك بيشتغل بمطعم؟ لا، صاحب المطعم الله يوفقه. بيصير مو صاحبي انت وياه ما؟ الله يرضى عليه، مليون شغله مثل العالم والناس عنده، ما لقى يشغلني غير الشغله. شغله ايش؟ الله يوفقه، استغل حاجتي. صدقني لو ما في مرة اولاد غير جوزته ما بقروا. ما بسمع غير عم تقول الله يوفقه الله يفتح بوشه، وبنفس الوقت حاقد عليه. شلون هي؟ اشرح لي اياها. لانه دعوتي مو مسموعه. اذا قلت الله لا يوفقه بيتوفى، واذا قلت الله يوفقه بركي ما بيتوفى وبينقطع رزقه. شو حضره المساعد مبين قلبك معبى منه منيح. الله يوفقه، ما بيحلاله يبهدلني الا قدام العالم، وبس يكون ما في حدا عين الله عليه، وبس يكون في حدا بيتلأمن لك هديك اللأمنة. ما بعرف شو بيصير له. انت شو الشغلة اللي بتشتغلها؟ لك انت شو دخلك؟ روح شوف الزلزال شو صاير فيه، ولا بدك تفتح معي تحقيق؟ لك يطول بالك شوي، ليش هيك معصب؟ الله يوفقه، جنني. انقلع من هون، انقلع من هون انت التاني. الله لا يوفقك. بدي اياكم تضلوا قاعدين هون. ما بتعرفوا انه بس يصير زلزال لازم الواحد يقعد تحت ملبن الباب او تحت شي طاولة؟ المهم تحموا راسكم. حسيتوا على شيء؟ شيء مثل شو؟ كأنه رشفت الأرض. حبيبتي عم ترشفي من البرد. أنت السهلة من الخوف عم ترشف. خايفة من الزلزال؟ بلا مسخرة. جد عم ترجف؟ فعلا عم ترجف. طيبة، قرب الزلزال. تأتي هذه الهزات الارتدادية عادة قبل الزلازل. قوم اطلع لبرا بسرعة. لكني عادي عادي عم بمزح، لا في زلزال ولا في شيء. ما سمعت الناطق رسمي شو حكى؟ مرحبا ناطق رسمي، يلا بسرعة قوم. لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.